السلام عليكم. اليوم غادي نهضر معكم على العملات الرقميه والبيتكوينز والكريبتو كورنسي وداك الشيء كامل. خليكم معايا. السلام عليكم. شنو هي العمله الرقميه؟ العمله الرقميه وهي عمله كما يوحي الاسم، هي عمله يتم التداول ديالها في الانترنت او لا عبر المعاملات الرقميه. العمله الرقميه ما يمكنش للدول طبعها ويمكن لك تمشي تشري فيها بالحانوت، ولكن كما كتعرفوا فالعالم يتجه نحو الرقمنه، وغادي يوليو بزاف ديال المعاملات. يمكن يكونوا كل المعاملات عبر الانترنت ولا عبر الهاتف، وبطبيعه الحال هذه كتجعل من ان العملات الرقميه باتت واحد المساله اللي حتميه، واللي بزاف ديال الناس كيفضلوا يتعاملوا بها لخصوصيات كثيرة، أهمها أنه الخصوصية ديال السرية والسرعة في الأداء ولا في التعاملات، و يعني الثمن المنخفض ديال ثمن المعاملات بها. بطبيعة الحال بزاف ديال الناس حول العالم ما عندهمش البطاقات البنكية أو لا ما عندهمش يعني واحد الامكانيه على انهم يكون عندهم باي بال ولا سترايب، ولهذا في العملات الرقميه غادي تشكل واحد الحل لهم باش يمكن لهم يتعاملوا بها عبر العالم. الفرق ما بين البلوك تشين والكريبتو كورنسي والكوين هو ان البلوك تشين هي داك الاساس اللي كيمكن تدار عليه الكريبتو كورنسي، وكيمكن يكون كيقدم واحد الخدمات من غير الكريبتو كورنسي. مثلا يمكن يكون واحد التبادل ديال المعلومات ولا تبادل الافلام ولا حتى التبادل ديال الجيمين، يعني الالعاب الالكترونيه، ولكن بزاف ديال الحوايج. وكيمكن يكون حلول ماليه مثلا بحال ايثيريوم ولا بحال ريبل ولا بحال كاردانو، اللي كيمكن يشكل واحد القنطره ديال التعاملات الرقميه او الماليه ما بين الابناك. البلوك تشين يعني ان الكريبتو كورنسي ما يمكن لهاش تكون من غير البلوك تشين، ولكن البلوك تشين يمكن له يكون من غير الكريبتو كورنسي. فالعمله الرقميه كما فسرتها لكم من السابق هي واحد العمله اللي كتعتمد على الرقمنه باش يمكن يكون التعاملات ديالها، وخصها يكون عندها واحد البلوك تشين باش 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 يمكن لها تكون موجوده في السوق. الكوينز هو فقط داك الاسم او لا داك الماركه التي يتم اطلاقها على داك الكريبتو كورنسي او لا على داك العمله. هناك مصطلح رابع وهو التوكن. الفرق ما بين التوكن والكوين هو ان الكوين كيكون على بلوك تشين او لا كريبتو كورنسي خاصه به، اما التوكن فما كيكونش عنده كريبتو كورنسي او لا بلوك تشين اصليه، كيعتمد على بلوك تشين اللي موجودين في السوق. مثلا ايثيريوم استعملوها بزاف الناس لاطلاق العملات ديالهم على شكل توكن. بطبيعه الحال كالنصيحه ديالي للاخوان اللي كيبغيو انهم يخلقوا هما عملات رقميه جديده، كنقول لهم سيروا للتوكن احسن من الكوينز. علاش؟ لان الوقت اللي كياخذ لكم باش ديروا عمله رقميه واحده بالكريبتو كورنسي يعني الكوين، كيمكن لكم تلقوا اكثر من 20 عمله على شكل توكن، غادي ياخذ لكم اقل من الوقت وما غاديش ياخذ لكم بزاف البرمجه وما غاديش ياخذ لكم الاستثمار المالي. بطبيعه الحال الا جربتوا بزاف ديال التوكن يمكن واحد فيهم يطلع ويتعرف. خصكم تعرفوا واحد الحاجه مهمه جدا، هو انه في السوق الان كاين اكثر من 7000 عمله رقميه، ولكن العملات الرقميه اللي عندهم واحد المكانه في السوق واللي الناس كيتداولوا بهم هما اقل من 200 او 300. فبطبيعه الحال هذا المجال حتى هو فيه الخساره وفيه الربح. التداول بالعملات الرقميه هو حلال حسب عديد من الفقهاء اللي اجازوا التعامل بالبورصه، وبما ان التداول بالعملات الرقمية هو يشابه التداول أو المضاربة بالبورصة فهو حلال. للأسف الشديد التداول بالعملات الرقمية هو غير قانوني بالمغرب ويمنع منعا كليا. السبب بطبيعة الحال كيقولوا لي أنهم يريدون حماية المستهلك وحماية المستهلك، وكاين
اللوتو كاين تيرسي وكاين توتوفوت وكاين الخمور وكاين بزاف ديال المسائل اللي كان يمكن الدولة انها تحمي المستهلك. بطبيعة الحال كيمكن لي نتفهم ان لحد الان الدولة ما بغاتش بزاف الناس يدخلوا ولا يشريوا العملات الرقمية، لان لحد الان السوق مازال متضارب ويمكن يخسروا بزاف ديال الفلوس، ولكن ما كنظنش بان هذه هي السبب الرئيسي لمنع التداول بالعملات الرقمية. فإذا بغيتوا ديروهم خص يكون عندكم واحد الكون خارج المغرب. العملات اللي يمكن ننصحكم التداول بها، غادي نحيد ايثيريوم والبيتكوين لانهم غاليين، وبطبيعة الحال البيتكوين بالنسبة لي ما كنعتبروش عملة رقمية، ولكن كنعتبره واحد الاستثمار، هو يمكن المقارنة ديالو اكثر بالذهب. باقي العملات الايثيريوم شوية غالي وكاينين بزاف اللي غاليين، فانا كنصحكم تاخذوا شي وحدين اللي رخاص باش يكون الاستثمار ديالكم قليل. مثلا ادا كاردانو هو واحد يعني واحد العملة رقمية اللي تشابه كثيرا ايثيريوم، بل بعض الناس كيقولوا بان التكنولوجيا التي وضعت في الكاردانو هي احسن من الايثيريوم، فكنصحكم بالادا او كاردانو. كنصحكم بالريبل والاكس ار بي لانه هو اول قنطرة دارت بالنسبة للتعاملات المالية الحالية، فيمكن يكون عنده واحد المستقبل زاهر. العملة الرقمية الاخرى هي الدوج كوين، واللي عندها ويهضر عليها بزاف ايلون ماسك، وكنظن بان عندها واحد المستقبل ظاهر. كاين الان اف تيز ومن بينهم تشيليز اللي هي واحد العملة مختصة في التداول في كل ما هو رياضي، يعني فيديوهات وصور ويعني كاردز سبورتس كارد اللي مشهورة بزاف في امريكا. فكنظن بان تشيليز هي عملة رقمية اللي يمكن الإنسان يستثمر فيها، والثمن ديالها رخيص. ترون هو من أحد العملات الرقمية اللي كنظن بأنه غيكون عندهم مستقبل ظاهر، ولكن بطبيعة الحال الحذر ثم الحذر ثم الحذر. هذا الرأي الشخصي ديالي، ما تاخدوش، شوفوا فيديوهات أخرين وديروا لي ريشيرش ديالكم وقلبوا على راسكم قبل ما تشتريوا أي عملة رقمية. التداول في العملة الرقمية لا يمكن أن يكون الاستثمار الوحيد للإنسان، فبطبيعة الحال باش تقول بأنك بغيت تتفرغ 100% للتداول بالعملة، فهذا خصو واحد تجربة طويلة وخصو واحد المعرفة كبيرة بهذا المجال. فما كننصحش أي واحد بأنه يدخل المجال ديال التداول بالعملة ويخليه المجال الوحيد اللي يخدم فيه. التداول بالعملة هو واحد الميدان اللي فيه مخاطرة كثيرة، وطبيعة الحال بزاف الناس ما كيقولوها لكمش، ولكن 70% من الناس اللي كيتداولوا بالعملات الرقمية كيخسروا الفلوس ديالهم. فالحذر ثم الحذر، وعليك ان يعني تثقف نفسك وتعرف مزيان وتحط فلوسك في العملات الرقمية اللي كتشوف بانهم عندهم واحد المستقبل، واللي ايضا كان عندها واحد الماضي مزيان، واللي يمكن يكون الاستثمار ديالها اكثر امان. ولكن عمر ما الاستثمارات اللي كاينه في العملات الرقميه ما غادي تكون 100% امنه، كاين واحد المخاطره، وعليك انك تعرف شنو هو النوع ديال المخاطره اللي غادي تاخذ. كوين هو ببساطه هو داك الماركه او داك الاسم اللي كيتطلق على الكريبتو كورنسي، على العملة الرقمية. وبطبيعة الحال العدد ديال الكوينز كيشكل واحد النقطة مهمة في الثمن ديالها وارتفاع او انخفاض الثمن ديالها. فمثلا البيتكوين فقط كاينين منه 21 مليون، بينما ايثيريوم وبزاف ديال العملات الرقمية الاخرين كاينين فيهم الملايير. فبطبيعة الحال الثمن ديال البيتكوين لهذا كنشوفوا بان الثمن ديالو مرتفع، وهذه مسألة عادية لأنه الكوينز أو العملات اللي كاينين قلال حول العالم، وحتى مستقبلا ما غاديش يمكن يتم الإنتاج ديال يعني أكثر من 23 أو 24 مليون منه. فهذا كيشكل واحد القيمة وكيعطيه قيمة أكثر على عملات أخرين أو كوينز وحدين أخرين اللي كيمكن يكونوا منهم 10 مليار ل 20 مليار. بطبيعة الحال فالثمن ديالهم غادي يكون منخفض.